معنا عبر سكايب من مدينة صيدا اللبنانية مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات سيد حسان القطب، مرحبا بك. نبدأ من تصريح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الذي قال إن واشنطن تهدف إلى خفض عائدات إيران النفطية للصفر. هل تعتقد أن أمريكا اختارت هذه المعادلة الصفرية في معركتها ضد إيران؟ الحقيقة أكد وزير الخارجية أن الهدف من تخفيض النفط الإيراني تدريجيا، صادرات النفط الإيراني تدريجيا، هو بهدف حماية الأسعار حتى لا ترتفع الأسعار فجأة، وحتى لا يصاب السوق النفطي بالإرباك. فالذي يجري الآن هو التخفيض تدريجي لصادرات النفط الإيرانية حتى تصل إلى مرحلة يكون من الصعب فيها على إيران تصدير النفط للخارج والحصول على أموال مقابل هذه النفط الذي يباع. يعني هل تعتقد، نعم، هل تعتقد سيد حسان أن أمريكا ستستطيع الوصول لهدفها تدريجيا كما تفضلت مع رفض أوروبي ودول جوار إيران للعقوبات الأمريكية هذه؟ في الحقيقة المعارضة الأوروبية هدفها جر إيران إلى المفاوضات و الإبقاء على مساحة من الحوار أو على قناة مفتوحة للحوار مع إيران حتى يتم قطع كافة العلاقات مع إيران. إيران حتى الآن تعيش حالة من الإرباك، فالرئيس روحاني يقول أنه لا فائدة من العقوبات الأمريكية وأنها لا تشكل ضرر على إيران، في حين أن نائبه اليوم يصرح مطالباً سائقي الشاحنات الذين يقومون بالإضرابات في الداخل الإيراني بوقف إضرابهم لأن الوضع الإيراني صعب والوضع الاقتصادي صعب، وأن عليهم أن يتفهموا الواقع الإيراني وأن يتعاونوا مع الحكومة لتجاوز هذه الأزمة. إذن الإرباك الإيراني يعيش في حيرة في الداخل وفي الخارج. المساحة مفتوحة أمام إيران للتفاوض عبر الأوروبيين مع الأمريكيين للوصول إلى حل بخصوص الملف النووي الإيراني، لكنهم لا يحسنون استغلالها حتى الآن، وأمريكا ماضية في عقوباتها لتحجيم الدور الإيراني عبر إضعاف قدراتها الاقتصادية وإضعاف قدرتها على تمويل مجموعاتها في الخارج وأدواتها في الخارج، وبالتالي تطوير أسلحتها وخاصة النووي منها. أشرت إلى تصريحات الرئيس الإيراني، ما تفسيرك لهذا التصريح الذي قال فيه أن العقوبات ليس لها تأثير في الاقتصاد الإيراني؟ ويحاول فقط طمأنة الداخل الإيراني، لكن نائبه تصريحه كان مناقض تماما، لا يعطي أي اطمئنان للداخل الإيراني. المشكلة في إيران الآن أن هناك تضارب بين السياسة الخارجية والواقع في الداخل، لا يحسنون إقامة أي توازن. الداخل الإيراني يدفع ضريبة السياسة الخارجية، وبالتالي الوضع يتأزم أكثر فأكثر. بالأمس كان هناك إضرابات في عدد من المدن الإيرانية وبعض المسيرات المناهضة للحكومة ولسياستها الخارجية، وتعبيرا عن الاعتراض على الواقع الاقتصادي السيء الذي تعيشه إيران في الداخل. فالمشكلة الآن أن السياسة الإيرانية في حالة إرباك، ومن الواضح أنها لا تعرف كيف تتعاطى مع هذا الملف المعقد الذي وضعته الولايات المتحدة أمام العالم بأسره. هل من الممكن أن تستفيد إيران من بعض الأوراق الإقليمية كالعراق مثلا، أن يكون حديقة خلفية لإيران، خصوصا أن العراق مستثنى ولو وقتيا الآن من هذه العقوبات؟ حتى العراق لن يكون بمقدوره أن يكون الساحة الخلفية لإيران. حتى موضوع استيراد الكهرباء من إيران، أعطي العراق مهلة 45 يوما حتى يتوقف عن استيراد الكهرباء من إيران ومعالجة أزمته بنفسه. الساحة الإيرانية، الساحة العراقية الآن لم تعد كما كانت في السابق، وال700 شركة التي فرضت عليها العقوبات وضعت إيران مكشوفة تماما، إذ أن بعضها كان يعتبر الشركات الخفية التي من خلالها إيران كانت تتجاوز العقوبات. مع وضعها جميعا على لائحة العقوبات أصبح من الصعب الاستفادة من أبواب خلفية أو من شركات وهمية لتجاوز العقوبات وتمرير مبالغ من الدولارات أو من العملة الصعبة إلى الداخل الإيراني. العراق الآن في وضع مختلف تماما عما كان عليه في السابق. إذن بالمحصلة، ما توقعاتك لمستقبل نظام الحاكم في طهران مع هذه العقوبات المتزامنة مع احتقان قد يتصاعد يوم بعد يوم في الشارع الإيراني؟ من الطبيعة أن يؤدي هذا الواقع إلى احتقان أكثر فأكثر في الداخل الإيراني، لأن الوضع الاقتصادي يزداد سوءا، الغلاء يزداد،
حتى اليوم الحديث عن أن هناك مواد غذائية مفقودة، إضراب الشاحنات أثر على عملية نقل البضائع من المدن، من المزارعين إلى المدن، بضاعة التجار إلى المدن. هناك مشكلة حقيقية تتفاقم يوما بعد يوم، فقدان لبعض البضائع وزيادة في الأسعار مع انهيار العملة الإيرانية، وهذا كله يترك آثارا سلبية على الواقع الإيراني، على الشعب الإيراني، وبالتالي على العلاقة بين المواطنين والحكومة الإيرانية الحاكمة. شكرا جزيلا لك من مدينة الصعيد عبر سكايب مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات سيد حسان القطب.